السلام عليكم أعزائي متابعين قناة ربحك عندنا. لو أول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة شباب معانا موقعين، موقع لربح عملة الدوك كوين وموقع لربح عملة الليت كوين. الموقع ده يا شباب بيدينا كل دقيقة مطالبة، يعني بتوصل ل 400 ألف من يعتبر الساتوشي من عملة الدوك كوين. الموقع التاني يا شباب بيدينا 1375 كل دقيقة يا شباب. برضو طريقة تسجيل يا شباب في المواقع، هنيجي يا شباب هندوس هنا على أول حاجة موقع ليت كوين، هندوس هنا على الكلمة دي، هنحل كباتشا وبعد كده نحط عنوان محفظة الفوسيت باي يا شباب. زي ما انتم شايفين كده حولنا على موقع الكواتشا، هندوس هنا يا شباب. بعد ما نحل الكواتشا يا شباب بندوس هنا كده، هنستنى 10 ثواني يا شباب. وبننزل ندوس هنا يا شباب جود لينك، اي موقع يفتح معاك اقفلوه. اه يا شباب كده هننزل تحت هنا وهنجيب عنوان محفظة الفوسيت باي يا شباب. هنا ده موقع ليت كوين، هنخش هنا يا شباب كده وهنيجي ندوس على الكلمة دي، تاني كلمة هسيب لكم رابط المحفظة برضو، انا شرحت المحفظة دي قبل كده. وهنيجي ننزل هنا يا شباب الرابط اهو، هندوس على الرابط مرتين، اول مره وتاني مره الكوبي اللي احنا بناخده كوبي، وهنخش على الداشبورد بتاعتنا. وبعد كده نرجع على الموقع نحط العنوان هنا يا شباب، وهنيجي نرتب الكلمه اللي قدامنا ده اهي 3 اكس اهو، بعد كده 2 اكس اهو، بعد كده 2 اكس وش واحده او، وبعد كده اخر واحده معانا اهي يا شباب. بعد كده هنحل الكباتشة اللي قدامنا، لو الكباتشة طبعا مفيش هنا تغيير كباتشة للأسف، فاحنا من هنا نقدر نغير الكلمات لحد ما تجيلنا كلمة سهلة يعني مثلا زي دي كده ونكتبها. بعد كده يا شباب بندوس هنا هننزل كده تحت يا شباب، اهو كده ارسل لنا يا شباب المبلغ اهو 1413 على محفظة الفوسيت باي يا شباب. هنخش كده على المحفظة ونشوف آخر حاجة وصلت لنا ونشوف المبلغ هنا اهو، ونعمل ريفريش. اه يا شباب 1413 يا شباب اهو وصلوا، ورصيد زي ما هنا زي ما انتم شايفين زاد اهو. وبكده الموقع الأولاني معانا ممتاز جدا. كل دقيقة يا شباب تعملوا العملية دي، يعني تتنقلوا من الموقع ده للموقع ده هتلاقي نفسكم شغالين على طول، ما بيوقفش الموقع. هنخش على موقع الدوك كوين يا شباب نفس النظام، هنخش هنا برضو هنحل الكباتشة، هندوس هنا برضو يا شباب كده، موقع الدوك يا شباب في مشكلة على فكرة مش شغال، هنا بيقول لك بلاغ عن سوء معاملة، فكده يبقى الموقع مش شغال. خلينا احنا في الموقع اللي هو ايه الليت كوين بس، يبقى الموقع كده هنشتغل على موقع الليت كوين بس يا شباب. احنا كنا منزلين 3 مواقع يشبهوا الموقع ده، وده يبقى الموقع الرابع. يبقى الموقع ده كل دقيقة يا شباب هنعمل العملية ديت ونحصل على الرصيد بتاعنا. تمام يا شباب، وبكده اكون انتهيت من الشرح. ولو عجبكم الفيديو يا ريت تدعمونا بلايك، وجديد معانا اشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو آخر إن شاء الله. سلام يا شباب.